السلام عليكم، مرحبا يا صبايا ويا شباب. اليوم بدنا نحكي عن لجوء اللاجئين من أوروبا إلى كندا. شوفوا على هالبقى الاسم الرنان هذا، لجوء اللاجئين من أوروبا إلى كندا. كتير عم تجي أسئلة، وكتير بقرأ بالفيسبوك، وكتير بقرأ بالمواقع بشكل عام، يعني أنه كيف فينا نطلع من ألمانيا لكندا، كيف فينا نطلع من السويد من الدنمارك لكندا، صاير للعالم. خلينا نحكي شوي معش تحملوني، لأنه موضوع بغاية الحساسية وبغاية الأهمية. هلأ بسبب اللي صاير بسوريا، العالم كلها طفشت، عم تدور على مكان آمن، ما في موت، ما في اغتصاب، ما في مشاكل، ما في وجع راس، ما في وجع قلب. هربت العالم وطلعت بدور على بلد آمن. يعني طبعا أوروبا الغالبية، في ناس راحت على لبنان، وناس راحت على الأردن، وناس وصلت كيف ما وصلت على أوروبا، وصلت. في منه أخذ إقامة سنتين أو ثلاث سنين، وفي منه دائمة، وفي منه سنة، وفي منه. بالنهاية اللي بدي أوصل لك يا أنت اليوم، أنت بالنهاية عم تبحث عن مكان آمن، تمام الحكي. هلأ ما قدرت تتعلم اللغة لأنك أنت مالك ناوي تتعلم اللغة، ما قدرت تتأقلم مع المجتمع لأنك أنت مالك ناوي تتأقلم مع المجتمع. يلي ما قدر يتعلم اللغة هنيك، هون رح كمان نفس القصة. يعني أنت بالأساس حاطط ببالك إنه أخي اللغة الألمانية صعبة، والله ده حريم هاللغة، ما حدا عم يفهمها. اللغة السويدية ولي على أختهم ما عم نفهم عليهم. لا، أنت لازم تكيف حالك على هذا الأمر بالسويد وبألمانيا وبغيره. يعني الهدف من دخولك لأوروبا هو الأمان، أنك تشعر بالأمان، وهذا الأمان موجود أوريدي بأوروبا، والأمان وال 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 والحياة الجيدة موجودة. هلأ بتتفاوت بين بلد وبلد بصعوبة الحياة بالنسبة للدخل، بالنسبة للشغل، لكن بالنهاية أنت هدفك الأمان. يعني خليني أقول لك كلمة، اليوم في ناس راحت على بلاد ما بتقدر تشتغل فيها بس في سبيل الأمان. هلأ رح نقلكم شو التبعات اللي بيصير فيها، اللي عم تجي من وراء فكرة اني هاجر، مو هاجر، اني الجأ، اقدم لجوء لكندا من اوروبا. طبعا كله بلش يدور على الطرق الغير قانونية ليطلع لكندا، وبالتالي انتو بلشتوا تعطوا ارض خصبة للنصابين والمحتالين. يلي بيجي عم بيقلك انه اخي بطالعك بالباخرة من النرويج على كندا، بطالعك على ما بعرف شو جزيرة الراب السخن لكندا، وببلشوا اخي بساوي لك جواز مضروب، بساوي لك فيزا مضروبه. هيئتوا الارض الخصبه لهدول الاشخاص، لهدول المحتالين، لهدول النصابين. الشغله الثانيه والكثير مهمه، وانا كمان شفتها ولاحظتها كثير، واحد عم يطلع مرته واولاده مثلا، او طلع قعد له سنه جاب مرته واولاده لم شمل وجابهم وقعد هو وياهم، ما عجبته البلد. سيدي هيك مرة أخي سوري، مرة ما عجبته البلد بده يمشي، بده يطلع على كندا. خلاص أخي كندا عم يدفعوا هنيك أكتر، مع العلم على فكرة كندا اللي عم بتقدمه هو تقريبا قريب جدا من اللي عم تقدمه أوروبا. الأنظمة نفس الشيء، ما بتفرق. يعني صدقوني مثلا بين كندا والسويد أنا ما شفت في اختلاف بالأنظمة على الإطلاق. هاي بتعطي جنسية سريعة، وهي بتعطي جنسية سريعة، ونفس تقريبا نفس المبالغ ونفس الكذا. هلأ في قيود داخلية بقلب البلد، انه بس هي على كل العالم عم تمشي. المهم بيطلع براسه بعد ما اولاده استقروا بالمدارس وبلشوا يتعلموا لغة، ومرته قعدت بهالبيت وتركنت، بيطلع بلاده اخي لا براسه لا اخي بدنا نطلع على كندا. لك انت بك شنطة مرتك ولادك وعيلتك معك مشان تطلع على كندا، مشان شو سيدي؟ مشان عم يحكوا انجليزي يعني بكندا. قسما بالله يلي بيقرر انه يتعلم اللغة رح يتعلمها. يلي بيقرر، انا بعرف كتير ناس اخي وصلت على اوروبا وعم تشتغل وعايشة ولا احلى من هيك ومرتاحة وتعلمت لغة و الى اخره. صدقوني يلي ما عم يتعلم، يلي ما بيتعلم باوروبا ما رح يتعلم باي بلد تاني. يعني ايه من بالك انت انه انا مو عاجبتني المانيا؟ قدمت لي كل شيء، السويد قدمت لي كل شيء، دول ما أنا مجبورة. يعني تعالوا نشوف، معلي خلنا نعمل مقارنة صغيرة يعني لو سمحتوا. مصر شو قدمت لك؟ لبنان شو قدمت لك؟ كل دول العربية بدون استثناء شو قدمت لك؟ أنا واحد عم يروح على أي بلد عربي يقعد ويقول لي إنه قدموا له؟ هاي الدول احترمتك وقدمت لك.
بتجي بتقول والله يلعن ابو، مثل ما انا بس اجتمعت واحد بالنمسا يلعن ابو هالعيشه، يلعن ابو النمسا ويلعن أبو، هو قاعد عم يقبض منهم 600 700 يورو بالشهر هو لحاله يعني. طب يعني شو بدك؟ يعني هذا السؤال. هلا مو هذا موضوعنا، بس يعني احنا حبينا يعني الموضوع مو هاد 100%. رح احكي لكم اخي، انت اليوم اذا قدرت باي وسيله اتصل على كندا وقدمت لجوء بكندا، طبعا على معلوماتكم يعني كل السوريين يلي طالعين على يلي عم يفكروا يطلعوا على كندا صاروا دارسين بصمه دبلن، وما بقى بحاكوك بقوانين دبلن وبصمه دبلن وما بعرف، يعني دارسين الامر كله. انا قاعد عم تدرس هالامر، ادرس اللغه يا اخي، لك دور على شغل، لك قاتل لك والله العظيم اللي بدي. والله رحت شفت شاب انا مره بالمانيا، شفت شاب لك من ثاني شهر راح اشتغل، لك بشتغل باي شيء بس ما اقعد، لانه قعدتك هي اللي بتخليك بقى تفكر وتجن ويطلع براسك قصص وحكايا. خليني احكي لكم بقى، هلا انت اليوم اذا وصلت باي طريقه على كندا شو الوضع؟ مجرد ما قدمت لجوء ودريوا تحت اي سبب، وقت اللي بتقدم لجوء انك انت كنت مقدم لجوء باوروبا واخذ اقامه، مباشره تسفير. هذا كلام من ناس قانونيين، مو انا ما بفتي ولا بعرف، بس سالت ناس مختصين بهي القصه قالوا لي. هلا لنفترض انه اخي هن ما اكتشفوا انك انت باوروبا، انا بتصور انه بدك تقدم الاقامه الدائمه في عليك تشييك امني، وبالتالي رح يعرفوا انك انت كنت باوروبا ومقدم لجوء باوروبا. ما لهم هبلان يعني، ما تفكر انت كندا حكومه شاطر ريالتها. كندا عم تدرس الشخص اللي بده يجي على يلي بده تقبله بكندا دراسه ما بتتخيلوا قديش يعني معمقه ودراسه قويه جدا من كل النواحي. فما رح يخفى عليهم هيك امر وهيك لعبه تمام الحكي. حتى لو منحوك الاقامه الدائمه واكتشفوا رح يجوا يسحبوا الاقامه الدائمه ويقولوا لك الله معك. اي كذبه بيكتشفوها كندا مهما كانت، مهما كانت صغيره الكذبه، وقت اللي انت جاي او مثلا صار في تناقض بالحكي او الى اخره رح يقولوا لك الله معك. ما تفكر، قانونا ممنوع 100% ممنوع. لا تقول ما حيعرفوا اخي انت، يعني لا تاخذني بهالكلمه، مو انت والله شو كلمه ما يعرفوا، وين عايش انت؟ هذا العقل العربي اللي بيفكر انه كل شيء بيصير بالسلبينا ما بيصير هون. هون ما في شيء اسمه سلبينا بهاي البلد طبعا، لا هون ولا امريكا ولا اوروبا. يعني انا ما عم بحكي عني، وانا عم بحكي لمصلحتكم، انا عم بحكي لحتى الواحد يقيم من باله انه اخي انا بدي غامر بعيلتي وبمرتي وبولادي بمستقبلي بحياتي، ممكن ومشان شو مشان اطلع على كندا، ممكن لا عاد حصل كندا ولا عاد حصل اوروبا. لا انت باي حق بتروح تقدم لجوء؟ يعني باي حق؟ يعني انت اليوم هلا حتى شوفها باوروبا بنفس اوروبا، انت اليوم اذا كنت مقدم لجوء ببلد وما عجبته، في كثير ناس عملوها ما عجبته المانيا قام راح على السويد يا بي، ما بيجوا بياخذوا له جوازه وبيقولوا له تعال هون، شو عم تضحك على ربنا انت مع حالك واطلع على ارجع، بيرجعوه وبيسلموه للحكومه الالمانيه وما بعرف انا بعدين شو اجراءاتها. يعني بدنا نكون نحن، معلش خلونا نحكي يا اخي كشعب عربي، يعني بدنا نكون نفكر صح، نفكر بمستقبل العيلة أهم من أي شيء. كلياتنا عملنا هذا الأمر لعيلتنا، ما عملنا لنا. يعني أنا اليوم بهالعمر هذا لا تأخذوني بهالكلمة، شو يعني طالعني؟ والله طالعني عيلتي، ما طلعت كرمالي أنا كشخص. بالنهاية عود حط مرتك ولادك وعود وحاول تتعلم لغة بأي شكل. يا أخي متضايق من قصة بس في عندك ألف قصة إيجابية، يعني أنا ما بقى أشوف إلا القصة السلبية الوحدة أو التنتين والتسعين قصة الإيجابية ما فكر فيهم. لا تفتحوا قنوات للنصابين ليفوتوا فيكم. ما حدا أنا من 6 سنين لهلأ ما سمعت مخلوق قدر يعمل لجوء من أوروبا لكندا، وصدقوني رح رد أرجع لكم رح يضل عايش قلق كل حياته بكندا. يلي بده يسأل القلق اللي حتعيشه انه اي شخص بيدرى بقصتك بدك تصير تخاف منه، بدك تصير عايش قلق انت، لانه اساسا انت مرتكب خطأ قانوني كبير. انا حبيت نوه على هذا الامر. استقروا يا جماعة، معلي يعني هي كلمة من اخ، استقروا، ارجع عيد تفكيرك، عيد 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 ترتيباتك مرة تانية. أوروبا مو بلد كخة يا بي بلا مؤاخذة، يعني أوروبا هي يعني كان الواحد يحلم ياخد فيزا شنغن. ف
فالسوريين ما بدهم جواز، مو ما بدهم فيزا، ووصلوا لأوروبا. أرجوك يا حبيبي استقر، لا ترتكب الخطأ الكبير يلي هو إنك تغامر. حتى لو طلعت تهريب، لو جواز مزور، لو فيزا مزورة، لو أي شيء وصلت لكندا، فأنت رح تعيش قلق دائم، قلق دائم. أنا ما بعرف إذا بعد ما فرضا نفدت من أول مرة بعملية اللجوء وأخذت الإقامة ونفدت وأخذت الجنسية، ما بعرف إذا اكتشفوا يوما ما شو الكلام، إذا بيسحبوا الجنسية منك ولا لا، إنه أنت بزمانك كنت مقدم لجوء بأوروبا وجيت على كندا وكذبت علينا. يعني الأمر جدا جدا صعب وخطير، يعني مخاطرته جدا عالية. طيب أنا بروح بمسك شغلة مخاطرتها عالية وأنا عايش برواق وبأمان؟ حط عقلك براسك، صدقني ما في شيء صعب بهالدنيا. وقت بتقرر، معلش يعني، وقت بتقرر تتعلم لغة، صحيح رح تتعب بس رح تتعلم شوي شوي، تتعلم اللغة البلد اللي انت موجود فيها. أوروبا يعني أقسم بالله أنا من الأشخاص لو كان طالع بإيدي إني بالأول أو خاطر على بالي إني أروح على أوروبا، اللي رحت على أوروبا ما جيت على كندا، لأنه أنت بلد أوروبية عم تفتح لك أوروبا كلها. هذا اللي بيضحكون يا، ارجعوا عيدوا حساباتكم، قيموا من بالكم هالقصة، لا تفتحوا الطريق قدام النصابين والمحتالين يضحكوا عليكم، لا تخسروا مصرياتكم، فكروا باللغة، فكروا بالشغل، فكروا تبلشوا حياتكم، لأنه خلاص هي صارت حياتكم وحياة أولادكم. هذا اللي حبيت أقوله بهذا الأمر. سامحونا يا جماعة، سامحونا، أنا بعصب أوقات بس والله من 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 يعني والله مشانكم. شو بدي أحكي، خلي على ربك، يلا سلام عليكم.